صباح النور الوليده. صباح شي بخير الحمد لله. باش كتعجبيني على القرص كتوجه الفطور. ايوا واش غندير؟ الله يسمح لنا بالوالدين. كبرنا الفطر كبري. خصك تيوجه ملي جاي جيبني الماكله. شنو جاي؟ وجيبني التير هو اللي خطيك علينا الوالدين. الله يحفظك خويا. ها الواد راني خطيك عليا الواليد والله العظيم. الله يسمحنا من الوالدين يا ولدي. امين ربي امين. عرفتي شنو هو الواليد وحق الرب الحانوت؟ عاد بوحدي ولد بعينو كتبقى ما فاقش. اوه باقي لا يعس. غيخرج عينا والله تا غيخرج عينا. الله يهديه الله يهديه الوالد الله يهديه الله يهديه. انا حال مكاينش اللي كيعاوني فيه. شكون شي بغا الفلوس هكا؟ ايوا دابا هو عارف الواليد مات الله يرحمه. اشترك في الدنيا خير صغير والمعاصي انا اللي طاغي فيك انا اللي شريت راسي القى عليه هي حرام نقض عليها العناد فكر الدنيا الشيطان اسكت تحمل العباد اليوم غادي نصلي غدوه غادي نصلي حتى تلقى الله باش من وجه غادي تولي نمشي على حد الكتاب يعاونك وانا شغل دارت مع الضريبه ما بغاش ينغدك الدريب شنو غندير؟ عينا معاه مرحوم الله يرحمه الله يرحمه. انا نبقاو مجموعين حنا. هذا الشيء اللي كاين. الوالد الله يرحمه ورحمه ماشي قال لك تفرتكو. هو مسخوط ما بغاش يسر ما بغاش يجمع راسو. والله يهديه. سيدنا الشهية حنا كاع. الله يهديه. فطر ومصير ودي الله يسهل. وانا حر انا حليت وانا ما كاينش اللي كيحلو. الصباح هذا. صيفطوا عندك ولدي الله يرضي عليك راه حتى هو اللي. الوالد الله يحفظك ولدي الله يرضي عليك الله يعاونك. ثقة ولا جريمة حللنا اللي بغينا باش نبانو ولاد الوحش حسب ليا عوام زعاف الدوبي غرش كاع الجبال اللي كذوب في الدنيا عرفها بالظلام وكل وعقلو في راسو غير اللي بغى يحلل الحرام الدنيا تفوت والوقت يطير كلشي للموت حتى تفعل الخير بسم الله وليدة احنا اخترنا احنا صباح الخير إذا متحدو ما عدوني نوض عار على كتافك ونتخدم لك على راسك كتافك تا والعرض انا ماني الخدمه اللي ما عنديش ولدي ما نعطيك انا العيمه ديال الوليده وانا سمعت كتقول 400 من جهتها هي صاحبي مريحه في الدار كتقول انت واش كتبرك كتقول 400 صاحبي واه هذا هو لعبوا العقد كامل هو 400 ما عدتش نعم تخرج الشعر المرحوم صافي شاري انت واش كتمشي الشركه كتمشي مدعوق ومن كريو انت مالك مع راسك اصاحبي علاش باغي يخدم هاد الدري ما كنطورش وليدي دابا انا تخسر سالي هذا الموضوع تخدم لك راسك تا صافي عيات مع راسك عيات مع راسك اصاحبي يلاه خدم معايا في الدار شنو هادشي اللي كدير فيه وليدي انت تبقى تخدمني هنا حتى النهار كنت صافا غتغسل صافا اسكت تمد تما شنو ما حال هاد البراجير تسميتك اش فيها؟ ما تقراها ولا شنو؟ انا ما قاريش ولدي قراها شنو فيها وقول لي انا ما عرفهاش هاد البرا ديال المحكمة هاد البرا هادي واش ندير ديال الفاتنة وليدي؟ هادي فيها الفلوس هادي خرجت لك العاقة الوالدة العاقة نوض شد العاقة غير العاقة تخيل شوف
قالها قديم دعوة للوالد خرجت شيء ايه واش باغي هذا دعوة غطيلة اش باغي هذا هي باش غديري لي شي شيء معاطي انا لك ليلي هاد الفلوس هادي ديالك شي ديالكم هادي ولا غنديروها مشيره لك هاد تعويض ليه اش من تعويض من مشروع على مشروع المعوض داك بكتافه دير شغل بكتافه عندك كل ديما دير لا نور ما داك الشيء اللي غدير ديري بكتاف كل الله يرضي عليك سي ما كتمرق والله صافي قوم الناس ما خرجت كان نعاسوني ناس صافي خرج خرج برا تعاد مني مريضه مريض هذا الوسره سميتك تي راه ديال المرحوم تعويض ليه هذا التعويض ديال اللي انا ما عارف ما ندير به هذا الشيء ما عارف حتى دابا قاري اللي كاينه هنايا تكلف به وجيبيه ليا وهذاك ما توريش الاوراق ولكن انت غتكلف بهاد الفلوس راه جايه في سميتك راه خص كيفاش ماشي شي حاجه تجديني انا يعني واش نسيني ولا شي حاجه نسيني صافي ملي ديرها ما عارفه والو هذاك متخاش الورقه يشوفها صافي انا شافها باغي عاي ياكل في الكرشه انا نمشي للمحل دابا ولدي الله يرضي عليك حوايج نمشي للمحل الله يسهل عليك اولدي الله يسهل عليك الله يعاونك شاني جيت مزروب انا خصني فلوس فلوس اه وانت عارف عندي ما عنديش شي واحد الرقم شنو نقول عليه ولا طيرت بزاف عارف اللي كاين قلت لك غير صبر عليا فهمتي باغي يخدم المحل واقفه في وقت واه انا عارف ولكن كيف شوف واش صبرنا بزاف شوفي امي قلت لك راه عندي شكري ديالي باغي نحيدهم علينا غار راه عندي واحد 50 مليون 60 مليون والبويضه مصيغش هاد الخبر كنبي لا داك الفلوس واش غنقول لك ما يديرش تا والخير ولا كتش انا ما كنعرفش انت عارف ما كانش انت اللي عندك عندي بنين نجيب فلوس من جهه اخرى ما غاديش نجي نقولها لك نشوف انا عارف شنو عندك وعارف اللي غير صبر لي شويه انا شنو راه عندي شي 50 مليون 40 مليون كريم المحل الله يحفظ لي باش كيف واش غنقول لك المهم ضروري تلقى شي حل وما يكونش فيه المضره ليك انت عارف ما بغيتش توقع لك شي حاجه هذا في نفس الوقت راك عارف شنو غادي دير ان شاء الله ما نخافش عليك ديري نسول هو شويه عارف اللي بنتك تهميني وكنهضر معاك ياك هذاك الشيء اللي كاين شنو نضرب شي قهوه ولا غير ونديك ولا واش ما باغا نسيت المشاكل ديالك بلا ما تزيدي لي المشاكل ديالي انا بغيت تحيدي لي المشاكل صافي جاب لك ربي كي تخطيني غادي نموت شفتيني نعشق صنفور قلتي خلاص جبتيني لراسي انا اللي بغيت انا اللي بغيت ابو يما وشحال عييت صبر وشحال ستني جبت لي واس انا يا راسي صباح النور كي صباح شي ولد نضرب ماريا كل نجي ولد ولد البيرني البيرني وفي السرير وسير على الله كمل كمل يخدم الخرى الله حبدك راه ما عيط لي مولا الصباح سير على الله بي السرير كملنا كمل سير على الله قلتي خلاص جبتيني على راسي انا اللي بغيت انا اللي بغيت ابو يما وشحال عييت صبر وشحال ستني جبتي
دوك عليا على خاطرك في النهار يطيب وعلى على عدي تشوف وجع عندك مالك اش كاين؟ هذيك اللعيبه اللي جات للدار شنو نديرو فيها؟ شنو هي اللعيبه؟ ديال الوالده الورد ديال الوالد ورد ديال الوالده؟ ايه ورد ديال الوالده ديال الوالده بانو ديالي ولا ديالك؟ شنو غادي تقول؟ ديال الوالده اش غادير بديك الفلوس؟ ها؟ اش غادير بها؟ وديال رزق اي حاجه شنو غادير؟ كل شهر باقا هذاك راه رزقنا حنا راه انت اللي كتاكل فيها وتشرب فيها انت داير لها ديك الطاس اللي سبب انك راك خدام وعندك محل وداير لها التباشا والكنار واش المحل ما غاديش تخدم فيه تما؟ انا باغا حقي في هذاك الورد انا باغا ندير المستقبل ديالي بوحدي. واش عارف راسك اش كتقول يا عياد ولا عرفتي؟ عارف راسي اش كنقول، عارف راسي اش كنقول. عياد دويت معاك، انت راك مسخوط الوالدين انت، فما كتسمعش من الوالدين، واش باغا تدير رزق؟ قدي انايا قصير هانت على شي واحد اخر، انا راه اخوك وعارفك. عارف اش غدير؟ انت الكوكوطاج كاع بعتيهم، كلشي بعتيه، اش غنخليك هذا المحل اخويا غنخرج بالدراري ساعه اخرى عليه، غتبقى في هذا المحل حتى. هاد المحل اللي داير بيه السبية هاد المولي نهار كامل توصل تاع بيه درب أنا غنهنيك منه إلا القانار بالحانوت نهار كامل وتضحك في هاد البلانشا عند راس مالك بلانشا الله مش انت حل الوالدة راه أنا شبايت شباب علاش غتدخل الدار؟ ما غنبدل حوايجي واش جاي معاك؟ جاي معايا؟ يلا برا انتي عمرك راسك هذاك المسخوط سير برا برا اللي عندك ولا غيصاب هذاك غيدي لك كل شيء سير مع عدو ما يدي لي سير بحالاتك عدو ما يدي لك ما سير بحالاتك سير بحالك شنو مش ولدك انا؟ ما من وراك والو انت من وراي والو والو سير عليكم اللي نصاب ليكم سير دبر على راسك وشي انا عليكم سير 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 برا برا سير عليا برا غير تيسال يلا سير عطيني التيسع سير سير برا ما كديش علينا علاش والدينا سير سير انت راه جيت ليا بالسيف واك ديري فرزيات الوالد انا كنت فرزيات مال ولي شي نهار الاخر غيلوحوا في الزنقه هذه بعدو ما يلقى الهضره سيري هو قدام قدام باقي ما بغيت نصدق باللي راه بقيت بلا مي لما غنقول امي كلمة تلغات من فمي وعلى منش كيهمي وعلى من نقوي قلبي وليت كنحس بكلشي بعيد وحتى شي ما هو قربي تنشوف ندم معمو وليت كنحس بالحقرة ولا شي حد نداهمي كيحكوا لي على الضمرة هذا قدر الله وهذه سنة الحياة والموت علينا حق والعالم كله راه مات غير تيبقى الفراق صعيب والكذا واللافة وفراق الوالدين جرح عمرو يتشافى كنحس بالكآبة كنحس بالغمرة والضيم مبقاش بلا موي